بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. حلقة جديدة من برنامج الترند والعد التنازلي للمباراة المرتقبة إن شاء الله يوم السبت القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي نادي القرن حامل اللقب مع نادي الترجي التونسي الطامح إلى التأهل للمباراة النهائية. بالتأكيد هي مباراة قوية، مباراة الطبع الكل بينتظر أنها مباراة تكون مثيرة جدا، خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب رغم أن الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء إلا أن جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وكل المنظومة الأهلوية تسعى إلى إحراز نتيجة إيجابية في لقاء العودة، خاصة أن كرة القدم بالتأكيد فيها مفاجآت وبالتالي لا نسعى إلى وجود أي مفاجآت في هذه المباراة، وبالتالي النادي الأهلي إن شاء الله هيكون على هبة الاستعداد في هذه المباراة وكأن نتيجة الذهاب غير موجودة بالنسبة لنا في لقاء العودة. الأهلي هيستعد إن شاء الله بشكل قوي لهذه المباراة، الجهاز الفني مركز بشكل قوي جدا في هذه المباراة، وبإذن الله إن شاء الله نقدر الأهلي يعمل نتيجة قوية جدا في لقاء العودة عشان يضمن التأهل بإذن الله بنتيجة لقاء الذهاب والإياب إلى المباراة النهائية يوم 17/7 في كازابلانكا نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالتأكيد المباراة هتكون حاسمة في تفاصيل كتيرة جدا، لكن على مستوى الاستعدادات وعلى مستوى الأخبار النهاردة حالة الترند فيها تفاصيل مهمة جدا بالنسبة لهذه المباراة ومهمة أيضا بالنسبة لمستقبل مشوار الأهلي في الفترة القادمة. طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم النهاردة بالتأكيد عايزين كل الناس تدخل وتشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. في رأيكم من هو اللاعب اللي بتتوقع تألقه في مباراة العودة أمام الترجي التونسي؟ طبعا لقاء الذهاب أكرم توفيق عمل مباراة كبيرة زي كل اللعيبة، لكن طبعا ممكن كل مباراة ممكن يكون فيها نجم أو ممكن يكون فيها لعيب بيعمل يعني فارق كبير جدا. شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلونا نبدأ الحلقة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمواجهة الترجي. كمان في ترند الأهلي، الترجي يصل القاهرة غدا. وفي الترند العالمي، صلاح يطلب من ليفربول المشاركة في الأولمبياد. استعراض مباريات اليوم النهاردة في أربع مباريات في الجولة الختامية لدوري المجموعات بطولة اليورو 2020. الساعة 6 عقب الحلقة مباشرة في مباراتين في نفس التوقيت، سلوفاكيا هتلعب مع إسبانيا والسويد هتلعب مع بولندا. الساعة 9 وفي ختام هذا اليوم مباراتين أيضا في نفس التوقيت، ألمانيا مع المجر والبرتغال مع فرنسا. المجموعة الأخيرة دي مجموعة قوية جدا، المجموعة الستة فيها مباريات قوية. المباراة الأخيرة ألمانيا والبرتغال 4-2، فرنسا بطلة العالم، البرتغال بطلة أوروبا، مجموعة قوية جدا. أعتقد هيكون ثلاث فرق متأهلين بالتأكيد من خلال هذه المجموعة، لكن النهاردة هيكون ختام مباريات اليورو. كوبا أمريكا، كوبا أمريكا النهاردة طبعا مباريات في السهر، عارفين فرق التوقيت ما بين مصر مع البرازيل. الساعة 11 مساء اليوم الإكوادور هتلعب مع بيرو، والساعة الثانية من منتصف ليل الغد كولومبيا هتلعب مع البرازيل المستضيفة لهذا الحدث. وكوبا أمريكا بالتأكيد مباريات فيها إثارة وندية وقوة، لكن بتكون المباريات بتظهر أكتر بقوتها بعد مرحلة الدور ربع النهائي أو تحديدا نصف النهائي ونهائي كوبا أمريكا. قبل ما أطلع إلى فاصل، بما إن إحنا برنامج اسمه الترند ومختص جدا بما يثار وما يكتب عبر السوشيال ميديا، كلنا ملاحظين الفترة الأخيرة في تطبيق كلاب هاوس. كلاب هاوس ده جاي في توقيت بصراحة تاريخي، رغم إن إحنا عارفين التفاصيل والجمهور عارف التفاصيل، لكن الميزة في كلاب هاوس والسوشيال ميديا إنها بتوثق. التوثيق ده مهم جدا، لأن التوثيق مش كتابة، مش تويتة، مش بوست، التوثيق هنا صوت، والصوت أعتقد زي الصورة، ما فيهوش أي لعب ولا فيه أي تفاصيل تانية. خليكم محتفظين بكل ما يقال عبر كلاب هاوس في خلال هذه الفترة، لأن السوشيال ميديا عن جزء مهم جدا من توثيق لحظات تاريخية للكرة المصرية في المستقبل. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ حلقتنا وعندنا كلام مهم جدا في ترند الترند هتسمعوه لأول مرة بناء على اللي بيتقال عبر السوشيال ميديا وبخصوص المرحلة القادمة بالنسبة للبطولات الإفريقية، لأن النهاردة الترند هيفجر مفاجأة خطيرة جدا. بعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده عندنا ثلاث موضوعات بثلاث عناوين.
وطبعا اهم عنوانين فيهم هيكون متعلق بجمهور النادي الاهلي، واحنا برنامج بالتاكيد مهتم جدا بالسوشيال ميديا. اول حاجه في رسائل دعم من جماهير النادي الاهلي للفريق قبل مباراه يوم السبت القادم، وده ظهر من خلال اكتر من هاشتاج خلال الساعات الاخيره كان موجود عبر تويتر قبل بالتاكيد على مباراه الترجي التونسي يوم السبت القادم. بنتكلم ان كذا هاشتاج تصدروا ترند او كانوا ترند عبر تويتر خلال الساعات الاخيره. بنتكلم على حسم الصعود يا ابطال، كان ترند رقم واحد على تويتر، واحسمها لجمهورك يا اهلي، ترند رقم اثنين على تويتر. بالتاكيد جماهير النادي الاهلي في ظهر الفريق وبتدعم الفريق وعايزه تكون مع الفريق باي شكل من الاشكال، اي مباراه داخل مصر، اي مباراه خارج مصر، وجمهور النادي الاهلي دايما بيضرب المثل حتى لو الظروف ما بتسمحش بحضور جمهور، على طول بيتحرك من خلال السوشيال ميديا لانه عارف ان لعيبته وكل الناس بتبقى متابعه السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. فلما تبقى هاشتاجات زي دي ومتصدره ترند داخل مصر قبل المباراه، وفي فتره من الفترات كان في كذا هاشتاج برضه تصدر الترند العالمي في فترات سابقه، جمهور الاهلي بالملايين يا جماعه داخل مصر وخارج مصر وفي الوطن العربي، فكان الاساس في هذا الهاشتاج هو الدفعه المعنويه الكبيره، حسم الصعود يا ابطال واحسمها لجمهورك يا اهلي، وباذن الله الاهلي هيحسمها رغم كل المعوقات والصعوبات اللي بتواجه الفريق على مدار مشوار البطوله، لكن الاهلي باذن الله هيقدر يعمل مباراه كبيره يوم السبت القادم. طيب الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بتصريحات الاستاذ احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة او رئيس اللجنه الثلاثيه عن الحضور الجماهيري لمباراه الاهلي والترجي والتصريحات اللي خرجت بالامس. يمكن انا مش هتكلم في تفاصيل ومش هدخل في معلومات في هذا الامر، لان طالما حضور جماهيري وقرار متعلق بتعليمات امنيه وتعليمات طبيه، طالما مفيش تصريحات رسميه خرجت من الوزاره فمش هقدر اتكلم في هذه التفاصيل. لكن لما اتحاد الكرة من خلال احمد مجاهد طلع اتكلم في التفاصيل دي امبارح، اكتر من موقع نقل هذه التصريحات وكان في ردود فعل. من خلال موقع بطولات نقل عن مصدر في وزارة الشباب والرياضة، بيقول إيه المصدر؟ اتحاد الكرة لم يبلغنا بموقف الحضور الجماهيري، وتفاجأنا من التصريحات الأخيرة للمهندس أحمد مجاهد بشأن رفض حضور الجماهير، والساعات القادمة قد تشهد انفراجة حتى لو بالموافقة على أعداد محدودة. ده من على الشاشة، ده على عهدة موقع بطولات. مصدر في وزارة الرياضة بيأكد أن اتحاد الكرة لم يبلغ الوزارة بالموقف الحضور الجماهيري في لقاء يوم السبت القادم، والمصدر بيقول ان الوزارة اتفاجئت من التصريحات الأخيرة بشأن رفض الحضور الجماهيري من خلال رئيس اللجنة الثلاثية، وبيقولوا بيأكدوا على مسؤوليتهم ان الساعات القادمة قد تشهد انفراجة حتى لو بالموافقة على أعداد محدودة. مش هدخل في تفاصيل، احنا نركز في المباراة نفسها، ندعم الفريق ايا كان القرارات اللي ممكن خلال الساعات اللي جاية، احنا في ظهر الفرقة. الأهلي في 2012 خد دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري، في 2013 بدون دوري وبدون حضور جماهيري إلا في المباراة النهائية قدر ياخد دوري أبطال إفريقيا. الأهلي بيتحدى الصعاب أيا كانت الظروف، كسب الترجي في رادس حتى لو بحضور 30,000 لكن قدر يكسب الترجي. لعيبة النادي الأهلي رجالة وكلنا في ظهر الفرقة سواء حضرنا أو ما حضرناش، وبإذن الله الأهلي يقدر ياخد بطولة، لأن خدوا بالكم فريق البطولات اسمه بيكبر وبيتولد من رحم هذه الصعوبات، والصعوبات اللي بيواجهها الاهلي ان شاء الله هتكون دافع قوي انه يقدر يعني يحرز الكاس، وباذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. العنوان الثالث وده هيبقى مفاجاه لكل الساده المشاهدين، والحمد لله برنامج الترند خلال الفترات السابقه لما بيتكلم معاكم في اي ملف له علاقه بمشوار الاهلي خارجيا او تحديدا مع البطولات الافريقيه بنكون في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي، لان احنا حريصين اولا على المصلحه العامه للكره المصريه وعلى مصلحه النادي الاهلي. طيب احنا امبارح طرحنا ايه المغزى من خطاب الاتحاد الافريقي اللي صدر بتاريخ 20/6 وبيقول للاتحادات خدوا بالكم ابداوا تسجيل اسماء الانديه من النهارده لغايه 30/6، واي اتحاد عم تواجهه تحديات يبلغنا عشان ممكن نعمل له استثناء. واديت مثل وقلت ليبيا طلبت استثناء وتوافق لها من يوم 16/6، الجزائر والمغرب لان الدوريات عندهم لسه فيها مواعيد مش منتظمه وممكن يخلصوا الدوري في 7. الحمد لله المهندس احمد مجاهد خرج بالامس في تصريحات تلفزيونيه اكد اللي انا قلته امبارح، واكد اللي انا شرحته في فكره ان في استثناءات لبعض الاتحادات. وامبارح كنت طرحت سؤال وقلت متى سيرسل الاتحاد المصري لكره القدم لطلب استثناء للانديه المصريه على الاقل حتى 30/7، لان الدوري بتاعك هيخلص 26/8. الاتحاد الافريقي مش هياجل لك بعد 30/7، القرعه هتتعمل بعد دوره طوكيو، فاستحاله ياجل لك لشهر 8. لكن انا واجهت امبارح تساؤل، الحمد لله هو رد على التساؤل، بس ما كنت اتمنى ان يرد بمثل هذه الردود اللي اتقالت، لان الردود كانت بالنسبه لي مفاجاه وخطيره. ليه؟ قال 30/6 ممكن ما ابعتش اطلب استثناء وابعت نفس اسامي الفرق اللي شاركت في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه السنه الماضيه. دي كانت بالنسبه لي بمثابه
جرس انذار ولازم النهارده كنت اتكلم فيه، عشان هو لو ما خدش باله من الشروط اللي جايه لهم للاتحاد الافريقي في تاريخ 3/5 ياخد باله، لانه كده لو خد هذا القرار هتبقى فيه مفاجاه لكل الساده المشاهدين ولاتحاد الكره وللانديه المصريه. طيب ايه المفاجاه؟ بصوا يا جماعه، هعرض لكم دلوقتي شروط الاتحاد الافريقي طلبها في خطاب 3 مايو، قال للاتحادات الاهليه في كل قاره افريقيا الدوري بتاعك ظروفه ايه في كذا معيار. نبدا مع بعض. اول حاجه بيكلم الاتحاد الافريقي الاتحادات وبيقول لهم الاتحادات اللي انهت الموسم بشكل طبيعي هترسل اسماء الفرق طبقا لما يحدث زي كل مره وفق المعايير، بطل الدوري هيروح دوري الابطال، بطل الكاس هيروح كونفدراليه، لو انت دوله عندها ناديين دوري ابطال واثنين كونفدراليه بتاخد الوصيف وثالث الدوري او ايه وصيف الكاس. دي خلاص اول نقطه. النقطه الثانيه، اذا لم يكتمل الدوري هتعمل ايه؟ ابعت لي الاسامي وفقا للمعايير اللي عندك انت في اللائحه المنظمه للمسابقه اللي هي بتقول ايه الجداره الرياضيه اذا الدوري عندنا لسه ما خلصش. تمام. الحاجه الثالثه، الاتحاد الافريقي بيقول لك ايه؟ الاتحادات اللي لسه ما خلصتش الموسم بتاعها تمام واعتبرت الموسم اتلغى، ابعت لي نفس الفرق بتاعه الموسم الماضي. قال لك في الرقم ثلاثة، في المادة رقم ثلاثة أو العنصر رقم ثلاثة، لو أي اتحاد لسه ما خلصش الموسم ولغيت الدوري ابعت لي نفس الفرق بتاعة الموسم الماضي. تمام؟ الحل الرابع، قال لهم بص بقى، مش قال لهم بقى حاجة رابعة جديدة، لا ده قال لهم لو أنت ما انتهتش من الموسم أيا كانت الظروف اختار لك واحدة من الثلاثة. طيب المهندس أحمد نجاد امبارح قال هنختار إيه؟ هنبعت نفسي أسماء فرق الموسم الماضي. عارف يا باشمهندس معنى الكلمة دي أو معنى الجملة دي معناها إيه؟ أنت لغيت الدوري على الورق. يعني لما تبعت أسامي فرق الموسم الماضي، الأهلي والزمالك دوري أبطال، بيراميدز والمقاولين، كونفدرالية، أنت كده لغيت الدوري. على الورق أنت لغيت الدوري. أطلب استثناء لغاية 30/7 والدوري مش هيكون خلص، وطبق مبدأ الجدارة أو شوف الترتيب وقتها، لأن بالمناسبة هو الكاف قال لك وقت ما أطلب منك أسامي الفرق ولسه الدوري عندك ما اتحسمش ابعت لي اسامي الفرق المتصدره وفق المعايير اللي انت حاططها في شروط المسابقه. وانت عامل معايير ليه تخالفها؟ ليه تبعت اسامي نفس الفرق الموسم الماضي؟ ليه؟ ده انت لو عملت كده انت لغيت الدوري على الورق. استنى بعد 26/6 و27/6 بيراميدز كسب الرجاء وتاهل المباراه النهائيه، هيكون اداك 50% من الحل انه موجود في المباراه النهائيه. لو فاز بالكونفدراليه يبقى هو راح كونفدراليه، لكن لو خسر مباراه الرجاء وخرج لازم تطلب استثناء 30/7، لانك لو بعت نفس اسامي فرق الموسم الماضي من ضمنهم بيراميدز، وبيراميدز حاليا ترتيبه السادس او السابع في الدوري، انت كده بتلغي الدوري على الورق. بتلغي الدوري على الورق، خدوا بالكم من الجمله دي، انت لغيت الدوري على الورق لو بعت نفس اسامي الموسم الماضي. فاتمنى يكون في تدارك لهذا الموضوع وما تبعتش نفس اسامي الفرق وتطلب استثناء ل 30/7 زي ما عملت ليبيا، زي ما عملت الجزائر، زي ما عملت المغرب. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نقدم ماده اعلاميه للناس. ولو في خطأ في اتحاد الكوره يا جماعه خدوا بالكم، انتوا بتعملوا قرارات واخطاء بتخالف اللائحه، ودي مش مره واثنين وثلاثه، دي للمره العشره. الملف بقى كبير وتفاصيله كتير، فارجو تدارك الامر. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل انا كان لسه عندي كمان جزء في الملف ده، بس خليه بقى في حلقات تانيه بعد المباراه ان شاء الله، لان لسه عندنا كلام لغايه المباراه النهائيه باذن الله. لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ورؤيه اعلاميه على مباراه الاهلي والترجي في المباراه السبت القادم في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هيكون عبر السكايب، وهنطير الى قاره اسيا نسمع وجهه نظر قد تكون محايده بخصوص مباراه الاهلي والترجي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، لكنه احد الاعلاميين الكبار اللي دايما حريص على متابعه النادي الاهلي وبيسعد دايما بمتابعه الاهلي وبتشجيع الاهلي في كل المناسبات. ورحب من خلال ترند اونلاين عبر السكايب بالاعلامي القدير الزين الاستاذ علي الزين. استاذ علي برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وعلى المستوى الشخصي بسعد بالتاكيد بوجودك معنا. مساء الخير محمد، انا سعيد اكثر تواجدي بقناه الاهلي، وشكرا كثير على الاستضافه، ودايما الاهلي بيجمعنا. دايما الاهلي بيجمعنا. طيب مباراه يوم السبت، مباراه الاهلي والترجي، اولا شايف الاهتمام الاعلامي والتناول الاعلامي لهذه المباراه خاصه بعد نتيجه لقاء الذهاب وفوز الاهلي في رادس بهدف مقابل لا شيء؟ والله شوف، هي مباراة الأهلي والترجي خلينا نقول هي صارت ديربي أفريقيا، يعني كلاسيكو أفريقيا، أكثر ناديين نجاحا على مستوى
القاره الافريقيه، وان كان الاهلي حقق اللقب بتسع مرات سابقه. طبعا طبيعه الحال هذه اكبر مباراه بدوري ابطال افريقيا. المتابعه الاعلاميه طبيعي انها تكون مسلطه الضوء على كل شارد وورد بالمباراه، خاصه اذا كان النادي الاهلي هو طرف فيها، والنادي الاهلي الخبير بخبايا وطرقات وعوره المباريات بافريقيا، ولكنه دائما يكون على مستوى الحدث. بتوقع اذا حتشوف اهتمام اكثر باليومين القادمين كل ما اقتربنا اكثر من المباراه، وهذا امر طبيعي، وخاصه يعني خاصه انه النادي الاهلي شعبيته جارفه، ليس على مستوى المصري فقط انما على مستوى العالم العربي وحتى ودول خارج القطر العربي. لذلك ما بتفاجأ لما بشوف هالقد في سبوت لايت، وبتمنى يكون يعني الضغط الاعلامي ايجابي على النادي الاهلي باليومين الاخيرين، ما بدنا نشوف نشاز يعني مثل ما شفنا بمباريات سابقه. اكيد. طيب عايز اعرف تابعت ازاي يعني اداء الاهلي في اللقاء الاول، مش على المستوى الفني، على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الاداري، كل الامور المتعلقه بلقاء الذهاب، رؤيتك ازاي الاهلي تعامل مع ملف لقاء رادس والعوده بمكاسب عديده جدا قبل لقاء العوده؟ يعني نحن عم نحكي عن نادي، ذكرت انا محمد انه النادي الاهلي نادي خبره، نادي متمرس في هيدي المباريات، ومش اول مره بروح على رادس بفوز. خسر بعض المرات، لكن اذا بترجع لتاريخ المباريات برادس، النادي الاهلي فاز خمس مرات برادس، وهذا امر ملفت انك تروح انت على غريمك التقليدي بافريقيا وتفوز عليه بملعبه بين جمهوره، امر رائع جدا، واعتقد عندي قليله جدا قادره على تحقيق هذا الشيء، والنادي الاهلي بالمقدمه دائما. اما كيف تعامل الاهلي مع المباراه فكانت واضحه الامور، وقت كان عفوا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب كان على راس البعثه، يكفي الاهتمام والرعايه والتنظيم يعني والالتزام الكبير جدا من اللاعبين من الدقيقه الاولى للوصول الى تونس حتى المغادره والعوده الى القاهره. يعني تنظر الى النادي الاهلي وتعرف قديش الالتزام، وتعرف قديش الفريق مركز، من الكابتن محمد الشناوي لما اغلق باب غرفه الملابس امام الاعلاميين، لانه ما بده يعمل سيرك بعد الفوز 1-0، لانه بيعرف ال 1-0 ليست كافيه، ولم ينتهي الامر بعد. ادبيات النادي الاهلي واضحه وصريحه انه لا تتاهل حتى تتاهل، انت امامك 90 دقيقه ثانيه بالقاهره حتى تاكد تاهلك، رغم انك انت فزت 1-0 وهذا امر رائع جدا بتونس، لكن ادبيات نادي الاهلي انت لا تفرح حتى تكمل المهمه الى اخره. لذلك انا عارف انا ومتاكد ان الاداره واللاعبين والجهاز الفني وحتى الجمهور مركزين جدا على 90 دقيقه، هن النص الثاني للمباراه قبل الاحتفال بالتاهل للمباراه النهائيه، وهنيك بيصير الحق مشروع بالعشره يا اهلي يا رب باذن الله. طيب بالنسبه للجمهور، وانا معايا قيمه اعلاميه كبيره زي حضرتك، لازم اسالك في جزئيه متعلقه بالمدارس الاعلاميه. لسه في مدارس اعلاميه تقليديه قديمه بتشتغل على فكره، حتى ممكن تكون خارج مصر، ان هي تصدر لك خبر عشان السوشيال ميديا والجمهور يتناقل هذا الخبر، وبالتالي ممكن الخبر ده يوصل للاعيبه والجهاز الفني، فيجي له احساس ان الفرقه اللي هتيجي تلعبه عندها مشاكل والجمهور غضب منها واعتدى على لاعيبته، وممكن الفرقه تكون جايه مش محضره كويس، فبالتالي يصدر لك احساس تنزل مريح شويه. وطبعا دي مدرسه قديمه شويه، لكن لسه في جمهور بيصدق الاخبار دي وبيتناقلها. بخبرتك كمدارس اعلاميه تنصح الجمهور بايه في الجزئيه دي؟ لا، الجمهور اذا جمهور النادي الاهلي بنصح يركز على فرقته ويدعم فرقته ويعني ويكون متاكد انه فريقه جاهز 100% ويصدر العامل الايجابي وشعار الاهلي فوق الجميع للفريق قبل بدايه المباراه. طبعا انا معك في مدرسة قديمة بوسائل الإعلام بتصدير الأخبار، عندنا إصابات، عندنا مشاكل فنية، عندنا كذا، عندنا إيقافات، هيدي لحتى يقال أنك أنت عم تخدر خصمك. بس طبعا أنت بتعرف أن النادي الأهلي ليس من الفرق الذي يمكن أن تصطاد باللعبة النفسية ولعبة التأثير على الأعصاب، والتاريخ
تاريخ النادي الاهلي يعني واضح وصريح بهذا الشيء من وقت يعني الدوري، من كان الدوري المصري، والطريق طريقي طويله معاك اذا تتذكره، وتصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان احد اسباب الفوز باللقب قبل عامين الى افريقيا، والخروج من مباريات كانت صعبه جدا، وكان كل الجميع يتوقع انه الاهلي ما راح يقدر يتخطاها، لكن كان الاهلي دائما يفاجئ الجميع لانه هذا النادي الاهلي. فلذلك بطمن الجمهور الاهلي انه الالعاب الاعلاميه اللي حتصير قبل المباراه لا يتاثروا فيها، ويركزوا على الفريق، يركزوا على ما يملك من امكانيات النادي الاهلي. وانا لفتني خبر قبل يومين يعني نزل بالجرايد عن لاعب اليو ديان اللي هو بلدوزة بخط الوسط تمام ومانشستر يونايتد واهتمام مانشستر يونايتد. ما بعتقد انه هذا الخبر اجى بريء ولا 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 يعني ابن ساعته. طبعا نحن كلنا بنكون فرحين لما لاعبين النادي الاهلي بيكونوا ضمن اهتمامات انديه كبيره مثل مانشستر يونايتد، لكن بالزمان والمكان المناسب وليس الان. الان اليو ديانج وزملائه عم يركزوا على مباراه النصف النهائي الثاني، لانه في هدف كبير بالنهايه اللي هو دوري ابطال افريقيا، ومن بعدها العوده الى الدوري المصري ولعب المباريات المؤجله، لانه مثل ما بتعرف النادي الاهلي لا يلعب الا على الصداره والمركز الاول. أكيد. من خلال متابعتك للسوشيال ميديا، تطبيق الكلاب هاوس أفاد الأهلي على المستوى التاريخي؟ شوف، الكلاب هاوس لازم يفيد الأهلي على المستوى التاريخي، ولازم يفيد جمهور الأهلي، لأن في كثير من جماهير الأهلي يمكن مش واصلة التاريخ بالتاريخ قديش هو صحيح، وقديش هذا التاريخ صحيح ولا لا، لانه مثل ما عم نلاحظ بالفتره الاخيره اللي عمرها 4 أو 5 سنوات في كميه اشاعات وتزوير بالتاريخ غير عاديه ابدا. لذلك الكلب هاوس لازم يلعب دور مع السوشيال ميديا، مع تويتر، مع الفيسبوك، ليعطي الجمهور الاهلي الحقائق التاريخيه والحقائق المدموغه بعرق وجهود اللاعبين على مدار السنين، ولا ياتي اي شخص بصدفه من الزمن قعد بتلفزيون او حمل قلم وكتب بجريده يقعد يزور حقائق. والحمد لله الكلاب هاوس كشف لنا شغله كثير مهمه بالايام الاخيره، انه كل الهمروجه اللي حاصله طلعت فزاعه من وراء، او طلعت تركيبه معينه، والحمد لله انه سقطت الاقنعه. طيب توقعاتك طبعاً. اكيد. طيب توقعاتك لمباراه الاياب، بيتسو موسيماني ممكن يعمل مباراه ازاي؟ يكسب بنتيجه ايه؟ توقعاتك يعني احساسك كده قبل ما تكون كاعلامي، اكيد كواحد محب ومن متابعين النادي الاهلي. اول شيء بدي احيي الكابتن ميتسو موسيماني، لانه تعرض لهجمه كثير كبيره حتى وصلت الى التعرض لشخصه، وهذا امر مرفوض ابدا. يعني انت حتى لو بدك تعترض على خطه لعب موسيماني او مستواه بالتدريب، لا تتعرض لشخصه، لانه بهذا الانسان بنهايه حقق انجازات فرضت نفسها علي وعليك وعلى اي حدا اخر. انا اتوقع من الكابتن موسيماني، اعرف انه النادي الترجي التونسي نادي كبير، نادي له تاريخ، نادي يملك لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق نتيجه ايجابيه. لذلك مثل ما لعب الكابتن موسيماني بتونس مباراة بدون أي غلطة، أعطى اللاعبين تعليمات للتركيز لمدة 90 دقيقة، وهذا اللي شفناه من حارس المرمى محمد الشناوي إلى هدية الكرة محمد شريف. يعني هذا الهدية اللي كلنا مبسوطين فيها، أنه الحمد لله وأخيرا النادي الأهلي صار عنده رقم 9 على قدر وطموحات الأهلاوية، وهو يعني يكمل مسيرة النجوم الكبار محمود الخطيب وحسام حسن وعلاء إبراهيم وعماد متعب وأحمد بلال والنجوم وفلافي وكل النجوم اللي لعبوا بهذا المركز. فكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية بتونس. أتوقع موسيماني كمان يلعب بنفس التركيز، لأنه التركيز العالي بهذه المباريات والحضور الذهني يمكن يضغى على المستوى الفني بعض الأحيان. النادي الاهلي عنده 1-0، لكن هيدي نتيجه خداعه، لانه اذا الترجي سجل هدف
ممكن قبل الاهلي ممكن يعني ياخد المباراه الى حته تانيه زي ما بتقولوا. لذلك اتوقع ان يكون الاهلي كالعاده على مستوى طموح جماهيره، مستوى طموح ادارته، مستوى طموح الجهاز الفني، ويقدر يعمل المباراه بإذن الى الله. بر الامان، خاصه انه يا اخي هيدي البطوله بالنسبه لاهلي للاهلي، بس لاعبين الاهلي يسمعوا بدوري ابطال افريقيا سبحان الله بيتحولوا الى وحوش كاسره. يعني هيدي البطوله تمثل للاهلي وجماهيره امر اخر. حتى الانديه بافريقيا واللي بتنافس الاهلي بافريقيا بيعرفوا انه الاهلي يفوز عليهم قبل ان يلعب، لانه هيدي البطوله المحببه له. المحببة ونحن للأهلي كلنا على ثقه، أكيد المحببه طبعا للاهلي، أكيد. كلنا على ثقه انه لاعبين نادي الاهلي وهذا الجيل تحديدا تعرض الى ما تعرض اليه النادي بتاريخه يعني، وحتى اللاعبين اللي كانوا يعتمد عليهم على النادي وخذلوه بخطوات ورحلوا عن النادي ما اثروا على هيدا الجيل. وهذا الجيل رغم التعرض لاشاعات بوسائل الاعلام، لتشكيك بقدرات اللاعبين، لتشكيك بتعلقهم بالنادي الاهلي، بالنهايه حققوا رباعية الموسم الماضي، وبعدنا بانتظار كأس السوبر المصري، إن شاء الله وبإذن الله بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي من جديد، ونادي الأهلي معودنا على البطولات والحمد لله على نعمة الأهلي. الحمد لله. الإعلامي الكبير الزين الأستاذ علي الزين، أنا بشكرك شكرا جزيلا، أهلاوي كبير، أهلاوي عظيم وإعلامي قدير، بنسعد بوجودك معانا وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة قبل مباراة الأهلي والترجي، ورسائل مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد الجبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد النادي الاهلي واصل استعداداته وبدأ خلاص الاستعدادات النهائيه لمباراه الترجي يوم السبت القادم. الفريق كان واخد راحه سلبيه عقب العوده من تونس امبارح اول مران، والنهارده في تدريب في هذه اللحظات قبل الدخول في معسكر مغلق غدا ان شاء الله. لذلك اذهب مباشره الى ملعب التتش بالجزيره مع الزميل العزيز شريف شعبان عشان نعرف منه اخر اخبار الفريق والاستعدادات لمباراه الترجي التونسي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب باختصار كده كل التفاصيل اللي عندك وما يحدث في ملعب التتش واخر الجديد عندك بالنسبه لاستعدادات الفريق قبل ما الدخول في معسكر مغلق غدا ان شاء الله استعدادا لمباراه الترجي التونسي. يمكن التمرين بدأ في الخامسة مساء، النهاردة التجمع كان الساعة 4، تمرين الساعة 5 سبقه قبل بداية المران كان في محاضرة فنية استمرت حوالي 25 دقيقة تحدث فيها مستر بيتسي موسيماني مع اللاعبين، محاضرة فيديو طبعا عشان يتكلم في الأمور الفنية لفريق الترجي التونسي وكل ما يخص فريق الترجي التونسي، مطلوب إيه من كل لاعيبة النادي الأهلي في محاضرة الفيديو، الأخطاء اللي وقعوا فيها في المباراة الأولانية ما تتعادش تاني في المباراة الثانية، استغلال الفرص، محاولة تخليص الجيم بدري جدا باحراز هدف مبكر، الدفاع القوي جدا من بدايه المباراه، التركيز ثم التركيز ثم التركيز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، احنا لسه ما صعدناش الى المباراه النهائيه، لسه 50 50 الفرص متساويه. حذر بشده من فريق الترجي التونسي، ويجب احترام فريق الترجي التونسي وعدم التفكير في النتيجه الاولانيه خالص، نبدا المباراه اكن 0 0 خالص. محاضره قويه جدا مستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي، وشدد ايضا بعد نزول الملعب يمكن معهم 10 دقايق برضو اتكلم عن التركيز ومحاوله استغلال اخطاء فريق الترجي التونسي ومحاوله احراز هدف مبكر من خلفي. بدا المران هيستمر حوالي ساعه ونصف يمكن مش اكتر من كده عشان طبعا خاطر الحمل البدني. يمكن مستر بيتسو موسيماني ما شاء الله شاطر جدا في موضوع توزيع الاحمال لموضوع الاجازات، وكان لينا سابقه بعد الاجازه 6 ايام الراجل كان مراهن على المخزون البدني بتاع لاعبي النادي الاهلي، وبالفعل بان ان الاهلي عنده مخزون ما شاء الله بدني كويس جدا، وقدر يلعب مباراة
مباراه الترجي بشكل في اريحيه كبير. النهارده وامبارح بيتمرنوا، بكره في تمرين وفي معسكر مغلق 48 ساعه. دعواتنا ودعوات كل المصريين باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. بطمنك زميلي محمد، كل اللاعبين بيشاركوا في المران من خلفي باستثناء طبعا بيكم ومحمد محمود. محمد محمود بتتكلم في 3 4 ايام باذن الله بعد المباراه يقدر يخش التمرين الجماعي. بيكم بعد المران هيبقى او بعد المباراه هيبان ايضا دخوله من التمرينات من عدمها، ولكن كل النجوم موجوده في التمرين. محمد هاني بيأدي التمرين بكل قوه، اكرم توفيق، بدري بنون، كل اللي كان عليه كلام في الفترات الاخيره، الكل جاهز لمشاركه او في المشاركه في مباراه الترجي التونسي. متبقي فقط الاشاره من مستر بيتسو موسيماني علشان خاطر يخش التشكيل ويساعده كل جماهير النادي الاهلي. الاهلي ومن حضر، عندنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. يا رب باذن الله بس التوفيق معانا، وباذن الله باذن الله باذن الله قادرين باذن الله على الفوز باذن الله. زميلنا العزيز شريف شعبان من ملعب مختار التتش بالجزيرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتأكيد إن شاء الله تكون الاستعدادات بشكل جيد جدا لمباراة العودة يوم السبت القادم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند، وبالتأكيد ده خاص بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، مين اللاعب اللي ممكن يكون مفاجأة في لقاء العودة أمام الترجي على ملعب الأهلي والسلام في لقاء الإياب؟ نشوف مشاركات الجماهير معنا، نبدأ مع بعض. شاكر محمد بيقول كل اللاعبين مميزين جدا، مدرب عبقري بذكائه وإدارته للمباريات الكبيرة. اللاعب الذي أتوقع تألقه حمدي فتحي، أحسن خط وسط في إفريقيا، ليه تقله ووزنه في خط الوسط، بالتوفيق للأهلي فيما هو قادم. أهلاوي، رأيك جميل بصراحة يا شاكر. طيب حنان بتقول محمد شريف والشناوي، تمام مش عايزين الشناوي يتألق في لقاء العودة، إن شاء الله نكسب وما يكونش فيه هجوم على مرمى الشناوي إن شاء الله. محمد فوزي بيقول إن شاء الله الفريق كله يبقى على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نوصل النهائي بعد الفوز 2-0 شريف وقفشة إن شاء الله، يا رب بإذن الله. طيب حاجة كمان، رأي كمان، عيسى بيقول إن شاء الله الوحش ديانج وكهربا لو خد فرصة هيمسك فيها، وبالتوفيق للأهلي اللي مفرحنا دايما إن شاء الله. آخر حاجة معانا نسرين، محمد شريف ديانج، أبو جودي بيقول أليو ديانج. طيب في اتفاق العدد من اللعيبة، لكن أنا أهم حاجة عندي ما نقولش نجم المباراة في لقاء العودة محمد الشناوي، عايزين نكسب وما يكونش فيه هجوم علينا في هذه المباراة بإذن الله. طبعا بالتأكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وآخر حاجة سريعا أرجو من الجماهير بلاش كلام خالص على طوكيو والمشاركة لعيبة النادي الأهلي في دورة طوكيو ولا الكلام ده، نعد ماتش السبت والكل حادث حديث. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند.